السمنت اول ما وصلت وانت بسيدي عبد السامرك تو هذا السوق ما فما سنيقي فهمتها كما عندنا نحن في الحلفه وين على القدم انت ولا على جدد على القدم جدد ليه جدد ما فماش جدد القدم عندنا كما نقولوا نحن عندنا علي شورب عندنا هادي شنوفي كيفاش كان تفهم فيا شكونو هادي شنوفي كيفاش كان ولها ماتنا راجل كبير توا وكان صحيح عندنا شادي المزوغي فهمت اخويا وعندنا برشا فهمت من ما مشهم عمرينا هو يسميوه قد بابا فهمتهم باش معروفين شنو الحاجات المعروفه الرجل نتاعهم وناس صحاح فهمت مش كيما توا توا مركة حرابش خويا وزطلة وفهمت وغدرة فهمت من تالي توا باش تخرب كيما الناس قبل كيما توا فهمت اخويا كيف طبيعة الحال يقدروا ولاد حومتهم نساء حومتهم ورجال كبار تاع ولاد حومتهم يقدروهم مش كيما توا طاح القدر توا حتى كي يبدا يشرب في زنق تبدا بنت حومته ولا راجل كبير ما يحترموش فهمتها كاين الاحترام الاحترام عجبك يبدا يشرب يراه يتخبى راهو صاحب بابا متعدي يحشم منه فهمتها وعندنا برشا ترى تونس الجمهوريه ما هو حكاو عليهم برشا فهمت كل حومه عندها نحكيو على الربطه الربطه تاعنا عندنا هنا زوج من الناس خويا فهمت معروفين زوج من الناس ولا ثلاثه ولا اربعه فهمت عندنا شادي المسوخي عندنا علي شورب عندنا هادي الشنوفي وعندنا ناس زاد صحاح اقل منهم برشا فما لي الله يرحمه فهمتها هذوما كل كما قلت معناها ما يقدروا العباد فهمت ويحترموا العباد ولاد عائلات زاد ربي نفسك اما ثماش راهو واحد تولد راهو مجرم راهو مش شير وانت تعرف خويا وكنا نحن تسال انت قبيله على سيدي عبد السلام سيدي عبد السلام نحن في الصيف محروقين وفي الشتاء مغروقين شيء كيفاش قبل انت في عهد البيت عهد الزين كانت كرامتنا طايحه اما شبعانين في كروشنا توا كرامتنا مهزوزه جعانين في كروشنا فهمت اخويا توا القضيه توا الناس فما واحد يخدم ب 30,000 وب 40,000 نهارو والقضيه بقديه دبوزه زيت قديه تبابي السكر ما ثماش الخبز ما ثماش ناس فما برشا عائلات راهو تفرط فهمت برشا عائلات سايبت نساء سايبت رجالها ورجالها هربت على نساء فما رجال حرقت نساء حرقت صغار حرقت فهمت اخويا والفقر يعمل راهو في البلاد خويا عباد طول تعمل في البركه جات مناش على فرنك ما عندوش ما يلبس ما عندوش ما ياكل فما اللي يحب الشيخ ما عندوش يزمو يعمل لك قضيه الفقر يصنع حاجات بام يصنع لي عمرك ما تتخيلوا في بالك الفقر الفقر استعوذ منه الرسول خويا راه قال لك كان جاب شرني قصيت راسه الرسول شبيك تيغزر انت السوق هذايا كان قبل ما تنجمش من قوه الخدمه فيك كانت قبل ما تنجمش تتعدى منه تيغزر له بطحه السوق ما سميت القساره تشرب من بعضها القساره وانت تبيع بالخساره عطيه باش يقضي لداره والسلعه الكلها ذابت فهمت اخويا فما برشا منكم لهنا نصابه سكروا ما عادش عندهم امكانيات خلص هربت سايبت نصابه قاعده بطاله تو فما واحد يحل نصبته في العشيه يروح يصرف فلوس ليس يدخل حتى قطع كي باش يشريها مثلا يشريها بالغلا يبيعها بالبخس بسوم رخص اعطيه يستفتح ما تخلصوش يبيع ما خير يصرف على داره ولا فهمت اخويا نحن ما مناش في العباد كل حد تو يقول لك يضرب على زيد ربوه ما شاء الله اخويا رخصوا في الدنيا وعلى الدنيا السلام فهمت بالرغم اني ما فماش كما تحكي انت بيعانوا لكن فما رحمه ما بيناتكم وتعاون ليه نرحموا بعضنا وخيام بابا تو انت جاي يقول لك صاحبك ما عنديش مصروف داري باش تخليه ما كان لي تقسم انت وياه تودوا باش غدوه هو يودك اليوم عندي غدوه عنده يا صاحبي انا مروح ما عندوش مصروف نقعد نغزر له ما يلزمك تودوا باش هو غدوه يودك اليوم عندك غدوه عنده فهمت يا بابا الرحمة والتعاون موجود صحيح هذا عند البلدية راهو الناس ولاد الأصل فهمت أخويا مش عند الناس الكل عند ولاد الربط ولاد العاصمة ولاد العاصمة راهو ولاد الربط يحبوا بعضهم ونحن راهو عايشين بركة ربي لنا حتى لهنا يبدأ دوب جديد يخفوا معاه فهمتها عندنا لهنا ولاد الأصل لهنا عندنا دار فاروق الزاز ولاده ربي يبارك شنو هو احكي لنا عليه الحاج فاروق تسمع فيا ولاد ورجال
اي اولاده رمزي معز مهدي فهمت اصحابنا من هنا عندنا لهنا زهير صاحبنا تفهم في عندنا معز واليونس زاد هذايا فهمت هذا ما ناس قدم عندنا خميس عندنا لهنا خربوش زاد ولد حومتنا فهمت عندهم تاريخ عندهم تاريخ اي فهمت وذا يا خويا كنا ببعضنا ناكلوا في خبيزه نسكن يعني حتى في المناسبات احنا مثلا جايين على عوده مدرسيه ولا رمضان نسكن تعاون نهزوا بعضنا نهزوا بعضنا نهزوا بعضنا واحد لهنا يصير له حاجه يعاونوه نعاونوه خويا فهمت مثلا انت ما تمشي مثلا انت تخدم عند الدوله يعطوك قرض لان نعطيو قرض لبعضنا كيفاه مثلا انت حاشك مليون قرض باش تداوي روح هذاك يعطيك 20 لاخ 30 لاخ 50 باش تداوي روحك تضبط مشكلتك وهذاك نفس الكاخذ وزاده كيف كيف هذه حاجه باهيه اي خويا ما في بعضنا زويوله فهمت يا بابا قبلك حكيت قلت نتمنى انه يقع مع تهيئه هال السوق يهيئوه تفهم فيا خويا يعملونا برارك فيه تفهم فيا ويخلونا ناكلوا قصيمه معاهم خويا كريتو كذا والناس الواحد في الصيف سخانه نقبته في الشتاء غرقته فهمت اخويا وان شاء الله اخويا يكون الرئيس هذا الله يرحمه دي مارينا فيه منه كان الباهي نحن نحكيو على الانتخابات الجايه شكون باش ينتخب شنو حاجات تمنيهم يكونوا في البلاد هذاك هو الرئيس هذا يقعد يا اخويا فماش راجل يقاري على روحه وراجل نظيف بين راجل نظيف واستاذ على حسب ما نعرفوش يعني قالوا عليه استاذ تفهم كي هو استاذ خويا ربي يخليه ان شاء الله ربي خليه ينور تونس وياخو حق الزواوله وربي يبارك له الزواوله الكل راهو يحبوه على خاطر يحب الزوالي فهمت اخويا خاصني يمشي يزور برشا بقايا ويحكي خاطر ولد اصر ولد حليل خويا ان شاء الله ربي ينور طريقه وربي يعطيه على قد قلبه ان شاء الله ربي يوضح لنا البلاد والله يهلكهم اللي جاوا وعراوها وسلبوها الله يهلكهم ويهلك سترهم اكل مسخ هذاك كر على العباد وهلك العباد وجو على عبيد انا هذاك كي جاء انا من مطار تونس هبط نبكي من الفرحه وكي زين هرب وطول الله لا تبارك لامه قلت هذا تونس باش يردك دبي ردك السبخه نتاع الملاسين وكما مدام كاسكار الله يهلك وطول الامور الحمد لله اخوي الحمد لله عايشين وكاهو فهمت اخوي الحمد لله عايشين نقول له تعرف علي قلت لك الحمد لله حتى عن نفس خويا راه عن نفس معناها انت الانتخابات الجاية باش تمشي هذيك عليه ما نمشي حتى الانتخابات ننتخبوا من قدامي قدام ربي قيس سعيد وكهو هذاك هو الرئيس مارينا منه شيء الله يرحم به وانا نخدمه في سيد عبد السلام قسمنا على ربي ولهنا زاد مش مقلقين السلطه لهنا راهي السلطه لا يرحم والدي فما تعاون والله مش كيما قبل خويا والله مخلينا نخدموا على رواح لا مقلقين لا داروا بينا خويا الله يرحم والدين والديه حتى رئيس المركز هذا الله يرحمه دي مرينا منه شيء الرئيس هذا اسمه رئيس المركز اسمه انيس مرينا منه شيء الله ربي يبارك له ويرحم والديه لو كان الرئيس موجود هنا شنو كلمه توصلها له شنو رئيس الدوله الله ربي يبارك له ويرحم والديه وقل وقف مع الزوالي بربي يقف مع الزوالي الناس المحتاجه يا سيد الرئيس راك انت تخدم وماخذ دكتوراه راك ما تعرفش الزوالي اما كان ترى الزوالي راه ياكل في المر واللي مر منه دي مخ مع الزوالي يحب معاون ونحب معاون للعباد كل مش لينا للعباد كل خوي نحن يعاوننا ربي نحن فهمت اخوي ميساج انا باش نوصله لرئيس الدوله يا سيد الرئيس رانا نحبوك الله ربي يبارك لك يا اخ معنا رانا نحن ناس زويوله ويرحم والديك وطهر البلاد بالفساد والله ربي يبارك لك ويعطيك صحه بدنك يعطيك الصحه وبارك الله فيك